في هذا الموقع يقوم فريق عراقي أمريكي من علماء الآثار باكتشافات تهز رواية كيفية ظهور المدن الأولى. هولي بيتمان من جامعة بنسلفانيا تقود عملية التنقيب. إنها حقاً واحدة من أكبر المدن إن لم تكن الكبرى. في الألفية الثالثة قبل الميلاد في جنوب بلاد ما بين النهرين، تمتد بطول 4 كيلومترات وعرض 2 كيلومترين، وهذا أمر رائع لأن هذه الفترة المبكرة من ظهور المدن والدول المعقدة متاحة للعلماء لدراستها في هذا الموقع بعمق واتساع كاف. اكتشفت هولي هذا الموقع مع أستاذها عالم الآثار دونالد هانسن، الذي قاد أولى عمليات التنقيب الحقيقية بين عامي 1968 و1990، وتأثرت على الفور بجو الموقع المميز للغاية. كل بدايات تاريخ الشرق الأدنى انطلقت جنوب بلاد ما بين النهرين، وفي عام 90 عندما أتيت إلى هنا وقعت في حب المكان تماماً. لم يسبق لي أن عملت في أي مكان آخر كان فيه الأشخاص الذين كانوا يعيشون هناك مرتبطين فعلياً، مادياً وغريزياً وروحياً وعاطفياً بالعصور القديمة. هذه هي أرض السومريين، وهؤلاء الناس لديهم اتصال مباشر مع السومريين. احترام الموقع هائل، لم ينهب أحد هنا، ذلك لأنه ثمين للجميع.